يا حبيبي لا تكبر المواضيع. والله والله فعلا البنت هذه اللي في المكتب انها مدوختني. اصبر عليها مصيرها تغير. يا بنت الحلال اذا تغير كل الحريم هذه ما تتغير. ممكن اعرف ليش مو موافق على تركي؟ تركي مين؟ تركي حق الدليفري. هذاك قلتيها بنفسك، تركي حق الدليفري. انا يا ماما ما ابغى اعطي بنتي الواحد دليفري، بكره يفصلونه الشركه وبعدين ما يلقى دراهم يصرف على بنتي. انا ابى ازوج بنتي طبيب، مهندس، طيار. ومن قال اني ابي طبيب ولا مهندس ولا طيار؟ اصلا انا ستايلي كذا، احلم ان فارس احلامي ما يجي على حصان، يجي على دباب دليفري. يا ماما انا ماني مسؤول عن احلامك، انا مسؤول عن مستقبلك، والولد هذا انا ما ابيه. وانا ابي القرار هذا قراري وانا ما ابي. اذا ما تزوجت بنتحر. ابرك الساعات، في المستودع سنفيران شيء عجيب عجيب، هذا تاخذين منه ملعقتين كبار تحطينها بكاس على شوية موية تحركينها سفها سف واحدة بواحدة تخلص عليك وتخلص منك مرة واحدة. يلا اللي ناقص دلعناهم اركبوا على روسنا. بش وبهلش وين البطاريات حق الذي انا ذبحنا النامس يا خاتم. نعم ممكن افهم وش الازعاج اللي حصل عندك بالمجلس؟ سعيد سكروب الله ياخذه اقول له افرش ترى راح فراش 50. ها نلعب بلوت بلوت يا رجل خاف ربك، بنتي وراها مدرسه وانا وراي دوام الصباح. اخاف ربي؟ ها اللي على طار الدوام انا فكرت في الموضوع، أنا شايف إن أختي ما تشتغل مع الرجاجيل. ها؟ وتقعد في البيت. ها؟ أو تشوف نقل. ها؟ أو تتصرف. لحظة لحظة لحظة، وش اللي أشوف نقل؟ وعلى كيفي هو؟ أنت اللي بغيتي الشيء طوعتيه على كيفك، ما هي بذي المشكلة. آخر مرة أشوفك تتكلمي معي بالطريقة ذي، لا والله لألعب في خشمك ذا تنس. والحين قومي، سوي لنا شاي وقهوة للعيال، يلا، ولا أقول لك سوي عشاء، فول، لا تسأليني من وين جبين تميس، وتصرفي. ها؟